هل فقد الانتقالي كل أوراقه ودحب نحو التصعيد وإثارة الفوضى؟ أم أنه مجرد أداة خاضعة للمزاج الإماراتي؟ وإذا لم يكن كذلك، فكيف إذن يفهم صمت التحالف على تقويض أهم معاقل الشرعية؟ أهلا بكم. أعلن هني بن بريك النفير العام ضد قوات قصر الرئاسة اليمنية في منطقة معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن. وعلى خلفية هذا الإعلان، حدثت اشتباكات في مدخل منطقة المعاشيق التي يقع ضمنها القصر الرئاسي الخاضع لسيطرة ألوية الحماية الرئاسية. مرة تلو الأخرى تتكشف أوراق الجريمة وتشير أصابع الاتهام لهاني بن بريك ومن خلفه دولة تعيث في اليمن الفوضى والخراب. بن بريك المدعوم من أبو ظبي وقائد الميليشيا المتورط في قضايا جنائية والمحال للتحقيق يعلن النفير العام لما وصف بأنه انقلاب ثان على الشرعية وهدم لأهم معاقلها عبر الاستيلاء على القصر الرئاسي بالمعاشيق. قبل ذلك وخلال الأيام الماضية وصلت دفع من معدات عسكرية سعودية إلى عدن مرورا بعتق في شبوة. كل ذلك يدفعنا للتساؤل، ما هي مخاطر انفجار الوضع في عدن؟ لماذا تسعى دول عبر أدواتها للنفخ في نار الصراع المناطقي وصناعة انقلاب ثان؟ هل ستتمكن هذه الدول عبر تلك الأدوات من إزاحة الشرعية؟ وأخيرا، كيف ستتعامل الشرعية مع هذا العنف الموجه ضدها وضد ما تمثله لليمنيين؟ فإننا نعلن النفير العام لكافة أبناء شعبنا ولقواتنا الجنوبية بأن تزحف إلى قصر معاشيق لإسقاط الخونة الذين ينتمون إلى ميليشيات حزب الإصلاح الإخوانجي الإصلاحي. دوامة عنف جديدة يقودها الانتقالي بأدوات التحالف ومباركته، على الأقل هذا ما بدا ضمنيا في إعلان نائب رئيس المجلس الانتقالي التابع للإمارات هاني بن بريك للنفير العام وحمل السلاح والهجوم على قصر معاشيق بعدن. بعد أيام قليلة من حادثة معسكر الجلاء ومقتل قائده في هجوم صاروخي سارعت ميليشيا الحوثي لتبنيه، وهو ما أثار حفيظة قيادات المجلس الانتقالي، وبدلا من الرد على الحوثي قاموا باستهداف مئات العمال من أبناء المناطق الشمالية ومهاجمة الحكومة الشرعية في محاولة للتغطية على الفاعل الأصلي للجريمة. خلال أقل من يومين ظهر بن بريك في تسجيلين مصورين يحرض على الحكومة الشرعية والقوات التابعة للرئاسة. في التسجيل الأخير ظهر مرتديا بزة عسكرية وإلى جواره عدد من أعضاء المجلس في ظل غياب عيدروس الزبيدي عن المشهد أو تغييبه. العاصمة المؤقتة التي لم تهدأ يوماً منذ طرد ميليشيا الحوثي بل تعيش على صفيح ساخن وترقد في فوهة بركان ينذر بالانفجار هذه المرة من مديرية كريتر. تصاعد الأحداث جاء على خلفية تشييع القيادي في الحزام الأمني أبو اليمامة وقيام مسلحي الانتقالي باستهداف بوابات قصر معاشيق حيث يوجد رئيس الحكومة ووزراؤها. تصعيد الانتقالي يأتي عقب إعلان الإمارات سحب قواتها ووصول قوات سعودية مكونة من نحو 30 ناقلة تحمل على متنها مصفحات وعربات عسكرية قادمة من السعودية. تبدو اللعبة مكشوفة منذ البداية، فقد سربت معلومات عن خطة الانتقالي بمحاولة نشر الفوضى خلال تشييع ضحايا حادثة معسكر الجلاء. لا تملك الشرعية أوراقا رابحة في هذه المعركة إلا من قوة ألوية الحماية الرئاسية التي تخضع لنجل الرئيس عبد الرب منصور هادي وإسناد مجتمعي يرى في الشرعية ما لا يراه في الرئيس نفسه. التوقيت والدلالات والأسباب جميعها تؤكد أن محاولة ضرب الشرعية لم يكن ليغامر بها الانتقالي دون ضوء أخضر من السعودية والإمارات، مغامرة يخوضها الانتقالي متكئا على التحالف لتنفيذ المحاولة الانقلابية الثانية، وهو ما قد يؤكد ما ذهبت إليه تسريبات أمريكية عن رغبة السعودية في إقفال ملف الصراع مع الحوثي والتخلي عن الشرعية والمضي في المشروع الإماراتي لتفتيت البلاد.
المحاولة الانقلابية الجديدة لا تختلف كثيراً عن سابقتها التي تمت في يناير 2018 والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وانتهت بتدخل سعودي إماراتي وتوافق على منع عودة الرئيس هادي إلى عاصمة بلاده نهائياً. تبقى الشرعية هي الغائب والمغيب الأكبر عما يدور في البلاد، وهي من تعطي الجميع مبرر مهاجمتها والبحث عن نهاية لها. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلينا من عدن الصحفي سيد أحمد ماهر عبر الأقمار الصناعية. أهلا بك سيد ماهر. بداية، ضعنا في صورة الوضع الميداني خاصة في كريتر وكذا ما حول قصر المعاشيق. الوضع في العاصمة عدن متوتر جدا، هناك انتشار مسلح في كافة المديريات في العاصمة عدن، وأيضا هناك انتشار خاص في مديرية كريتر الذي فيها القصر الرئاسي، وأيضا مديرية خور مكسر التي تم الاشتباك فيها قبل ساعتين في معسكر بدر، وسقط على أثرها قتيل وثلاثة جرحى إلى حد الآن في معسكر بدر، خلاف الخمسة الجرحى الذي سقطوا في القصر الرئاسي في عدن. الوضع في عدن للأسف على صفه ساخن، وهناك قوات منتشرة في كافة المديريات، وقد ينفجر الوضع في أي وقت إذا لم يكن هناك احتواء رئاسي إما من التحالف أو من رئاسة الجمهورية يصدر لابد من احتواء الوضع وإيقاف الصراع القائم في عدن الذي هو للأسف صراع سياسي على مكاسب خاصة ومشاريع مخالفة لمشاريع التحالف الذي جاء لليمن ومخالفة لمشروع الدولة التي تقوم عليها رئاسة الجمهورية. طيب، يعني إلى الآن الوضع متوتر، لكن من الذي يهاجمون الألوية الرئاسية؟ هل هي قوات عسكرية من الحزام الأمني أم أنهم مسلحين آخرين؟ ما هي طبيعة الهجوم؟ هي كلها قوات، إن كانت قوات مجلس انتقالي أو إن كانت قوات الحزام الأمني أو إن كافة القوات هذه كلها تتبع قوات التحالف الإماراتي الموجودة في عدن، كلها تتغذى من نفس البيت وكلها من مسؤول عليها شخص واحد، يعني مهما زادت المكونات المسلحة فهي تنطبق على تحت قطاع التحالف. الأسلحة التي تقاتل بها الجيش الوطني في عدن هي أسلحة دولة الإمارات، ومجلس الانتقالي والذي يتحرك فيها كلها مصفحات تابعة للتحالف، يعني هؤلاء مسيطر عليهم التحالف وقوات الإمارات الموجودة في عدن. إذا سوف نلوم أحد أو طرف سوف نلوم دولة الإمارات التي هي مسؤولة عن هذه القوات في عدن، والذي للأسف لم تأتي لاستقرار الوضع بل أجاءت لتفجير الوضع في عدن، ولم نرى أي تحرك أمني لهذا ولم نرى أي تحرك عسكري لإيقافهم للأسف الشديد، وهذا قلناها مرارا وتكرارا أن هناك خلل في الجهاز الأمني في عدن، لأننا لا نبني جهاز أمني تابع للدولة أو ولاؤه للوطن بل ولاؤه لأشخاص محددة، قالوا لهم هؤلاء الأشخاص توقفوا توقفوا، قالوا لهم تحركوا تحركوا، لهذا لم نستطيع أن نبني دولة في عدن إلى حد الآن. حتى الجهاز الأمني عندنا في عدن يتبع جهات محددة لا يتبع الدولة، وقالها وزير الداخلية سابقا قال أنا لا أستطيع دخول الميناء ولا أستطيع أن أتحكم ببعض أقسام وزارة الداخلية الموجودة في عدن بل أتحكم بها الضابط الإماراتي، وهذه حقيقة للأسف نعيشها في عدن، لا يستطيع وزير الداخلية أن يتحكم في بعض مرافق الدولة، بل حتى مدير أمن عدن كان مشارك معهم في الأحداث في أحداث التي وقعت في كريتر، بدل ما هو يكون مدير الأمن محافظ على الأمن في عدن أصبح هو أيضا جزء من الأطراف التي تساهم في تأجيج الوضع في عدن، وهذا الوضع لا يستفيد منه إلا ميليشيات الحوثي الإيرانية التي تسعى لخلق الفوضى في عدن كي تثبت أن الشرعية لم تنجح في المناطق الجنوبية المحررة. ولكن نقولها أن التحالف جاء من أجل الشرعية، ولكن كيف نرى أن التحالف يدعم قوة خارجة عن الشرعية؟ فإذا هناك خلل في علاقة الرئاسة بالتحالف، لهذا لابد من اجتماع ولقاء مفصل ما بين الرئاسة اليمنية ودولة الإمارات وقوة التحالف العربي كي نرى لماذا هذا الخلل القائم. يعني أهداف التحالف الذي جاءوا من أجلها للأسف تغيرت، ونرى أن هناك مشاريع جديدة مخالفة لمشروع الدولة الذي ننشده، مخالفة للقرارات الأممية التي موجودة. إن سقطت العاصمة المؤقتة عدن بيد ميليشيات مسلحة فسوف تنهار الدولة بشكل عام، لأن التحالف يقول أنه موجود في المناطق المحررة، فأين هذه المناطق؟ يعني حررناها من ميليشيات الحوثي ونعطيها لميليشيات أخرى،
يعني نستغني عن الدولة؟ هذا شيء مرفوض، حتى المواطنين وأكثر أكثر الكيانات السياسية رفضوا هذا التصرف الذي سقط على أثره جرحى ويشق الصف الاجتماعي والنسيج الاجتماعي يمزقه للأسف الشديد، لأن الحرب التي قائمة في عدن هي حرب بين جنوبيين، يعني بين حرب بين جنوبي وجنوبي، ليس جنوبي وشمالي وليس طرف آخر. يعني هذه الأحداث للأسف الشديد تعطل عمل الدولة، تعطل عمل الحكومة، تعطل ممارسة الحياة للمواطنين، لأن الخطوط الرئيسية أغلقت بسبب هذه الفوضى، ولا زال التوتر موجود، ولا نعلم هل سوف يتوقف هذا التوتر أو سوف يستمر في العاصمة عدن إلى حد الآن. طيب، كان هناك أنباء عن وصول قوات سعودية أو معدات عسكرية سعودية، إلى أي مدى هي موجودة هناك في عدن؟ المعدات العسكرية التي لنا يومين نتحدث عن وصولها للأسف هي معدات شحيحة، كم أعتقد لا يتجاوز العشر مصفحات، وهذه القوة لا تكفي حتى معسكر واحد من المعسكرات الشرعية. معسكرات الشرعية في عدن للأسف الشديد تفتقر إلى أشياء كثيرة، تفتقر إلى الزي العسكري الرسمي، تفتقر إلى السلاح الشخصي، تفتقر إلى المدرعات وإلى الدبابات. ونقولها أن التحالف العربي وقوة الإمارات بشكل خاص لم يدعم الجيش الوطني في عدن، ولم يدعم مؤسسة الدولة من جهاز الأمني، بل دعم أشخاص محددين. القوة التي موجودة مع مجلس الانتقالي هي أفضل من القوة الموجودة مع الشرعية نفسها. هناك مدرعات يمتلكها مجلس الانتقالي لا يمتلكها الشرعية، وهناك معدات ثقيلة يمتلكها مجلس الانتقالي الشرعية لا تمتلكها. في قوات الشرعية لا تمتلك إلا الأشياء البدائية، لا قد يكون قصر معاشيق لا يمتلك إلا 3 أو 4 دبابات فقط. طيب، دعنا نسمع الوضع بشكل أكبر حول ذلك سيد أحمد ماهر. دعنا نسمع الوضع بشكل أكبر. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف معالي وزير النقل سيد صالح الجبواني من عدن. أرحب بك سيد الجبواني، كيف هو الوضع لديكم الآن؟ مرحبا، السلام، مساء الخير. عادة في أرجع عدن، كلنا الدور جمعنا من التصعيد والمغرب، ولكن ما بعد المغرب إلى محمى لمو عادة، ونتمنى أن أنتم وجميع الطاقم الحكومي مؤمنون بشكل كامل. هل هناك خطر على حياتكم؟ الحين في مجال القوات الجيش وعرب لا نهتم بالموضوع الشخصي والحماية الشخصية، نحن نعاون في نفس الفندق، نحن جاهزين دائما وابدا في نحمي مؤسسات الدوله. طبعا الدوله دستوريا وقانونيا مسؤوله على السكينه العامه، على الامن والاستقرار، مسؤوله على ضبط الامور. هذا واجبنا ونحن نؤديه من احتياجات وخلاص. طيب، ما هو الموقف الان؟ هناك تخوفات لدى المواطنين من وضع يشابه ما حدث في صنعاء في عام 2014، ما هو موقف الحكومة؟ ما هو كلامكم الذي توجهونه للمواطنين؟ نحن موقفنا واضح بحمد الله نائب رئيس الوزراء والجهات التقنية، لأن الدولة وأجهزة التقنية لكل الاحتمالات من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة والدفاع عن مؤسسات الدولة. والمواطنين يجب أن بالتأكيد هم فاهمين هذا الموقف، وعليهم أن يصبروا وأن يكونوا رديف، وهم كذلك طبعا لأجهزة الدولة، لأنه لا يمكن للميليشيات أن تكون بديل للدولة مهما كان، ونحن لا يمكن أن نكلم البلد من الميليشيات. هذا واجبنا، ونحن موجودين في هذه المواجهة وموجودين في المسؤولية من أجل هذا الأمر. نحن ندافع عن كيان الدولة لكي لا تسقط البلد في أيدي الميليشيات التي عادت فسادا، والكل في عدن يشهد كيف تعيد فسادا في نهب أراضي المواطنين وممتلكاتهم والتمييز العنصري والتكفير على البطاقة الشخصية. طبعا هؤلاء ليس البديل للدولة، ولذلك فالحكومة والشعب والناس جميعا
سيقفون في نفس الفندق للدفاع عن الدولة والدفاع عن السكينة العامة والأمن والاستقرار. طيب ما هو موقف الأشقاء في أو الشركاء إن صح التعبير في التحالف العربي مما حدث وما قد يحدث في عدن الذي وصلكم؟ الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أكد الليلة أنه الاتصالات لم تنقطع مع الأشقاء وموقفهم ممتاز جدا وهم رافضين الذي يحصل، لكن نحن نريد موقف على الأرض، وأعتقد أن الأشقاء في المملكة العربية السعودية بالتأكيد موقفهم متميز وموقفهم يعني رافض لأي انقلاب آخر في عدن كما جاء على لسان أحد المسؤولين السعوديين كما جاء. نحن نريد نرى إجراءات عملية على الأرض لكي تؤد هذه الفتنة ولكي نخرج من هذا الوضع الذي أقلق الناس. نحن لدينا حرب حقيقية وجبهة حقيقية مع الحوثي المدعوم إيرانيا الذي ينشئ دولة كل الطائرات كل الإمكانيات أن نفكرها بهذا الاتجاه، لا أن يعودوا الناس يتقاتلوا فيما بينهم في المحافظات الجنوبية. الجنوبيون منذ عام 1967 وهم يقتلوا بعضهم بعضا. نحن في الحكومة لا نريد لهذا المسار السيء، هذا المسار العدمي أن يتكرر، ولكن نحن في المقابل مسؤولين، يعني إذا ما طرقوا أبوابنا نحن بالتأكيد نحن نواجههم، ونتمنى أن يكون هناك في عقلاء يبتعدوا عن هذا المسار العدمي البغيض. الميليشيا لا يمكن أن تحكم البلد أبدا، وإلا ستتجاسم مع الميليشيات وسيصبح أيضا في قبركان، وهذا نحن عازمين على أن لا يحدث. هناك تصميم لدى المواطنين لدى الجنود لدى الدادة لدى كل فئات الشعب على أن نرتفع ونؤد الفتنة ونفتل مثل هذه المشاريع. شكرا لك سيد صالح الجبوني معالي وزير النقل، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، وتمنياتنا للجميع هناك بالأمن في عدن. بالعودة إليك سيد أحمد ماهر، إذن وضع يبدو أنه يذهب إلى ناحية الاستقرار أو الهدوء إلى حد ما، الهدوء الحذر إن صح التعبير، لكن في المقابل كيف هو المزاج العام الشعبي هناك في عدن تجاه ما حصل اليوم؟ الشعب استنكر ماذا حدث اليوم من هجوم مسلح على قصر المعاشيق والانقلاب الذي كان سوف يحدث لولا تدخل العقلاء وحرص قوات الجيش على عدم إزهاق الدماء وتصدي لهم القوات التي كانت تريد أن تقتحم قصر المعاشيق. كل الكيانات أو المواطنين لا يريدوا الانقلاب العسكري ولا يريدوا الفوضى تعم في العاصمة عدن، بل يريدوا خدمات. يعني نحن في عدن لا نريد إلا خدمات وتواجد الحكومة، تواجد مؤسسة الدولة فيها. أما من يريد الفوضى فهو أساسا لم يعيش في عدن وأسرته خارج عدن، لذا لا يهمه ما يحدث في عدن من قتل أو من سلب أو من توقف للخدمات. فهذا الجميع يستنكره، لا يوجد عاقل يؤيد هذه الانقلاب، ولا يوجد عاقل يؤيد تدمير مؤسسة الدولة، ولا يوجد عاقل يوقف مع ميليشيا ضد الدولة. كلنا مع الدولة وكلنا نطالب بعودة الدولة ومؤسساتها. من لديه حقوق مشروعة فلديه يستطيع أن يقدم مظاهرة سلمية، يستطيع أن يعبر عن مشروعه بطريقة سلمية بعيدا عن القتل والنهب والسلب والتمييز العنصري، بعيدا عن الأساليب الميليشياوية، بعيدا عن التصرفات السلبية التي تؤثر على المواطنين. لا نريد لحياة المواطنين أن تتوقف، ولا نريد مؤسسة الدولة أن تتوقف، ولا نريد أن تتوقف الحياة بعدم بشكل عام. عندما نرى طرق رئيسية مقطوعة، عندما نرى خدمات توقفت بسبب هذه الأزمة التي حصلت في عدن أو الانقلاب،
فنحن نرفض هذا، نرفض ما حصل، ونشجب ولأنه ونقول بصراحة نحن مع الدولة لسنا مع ميليشيات مسلحة. طيب السيد الجبواني تحدث على أنه يعني عندما سألته عن مسألة ما موقف التحالف قال الشركاء والأشقاء في التحالف هم معنا، لكن نحن نريد مواقف على الأرض وأشهد بدور السعودية المملكة العربية السعودية. ما رأيك كيف وجدت حديث الجبواني بهذا الخصوص؟ معالي وزير النقل هو أحد أعضاء الحكومة، لأنه لا يستطيع أن ينتقد بشدة بعض التصرفات الصبيانية من الجلسة الانتقالي أو حتى بعض الأخطاء التي موجودة بالتحالف، بعكس الإعلام الذي لديه مساحة كبيرة للانتقاد أو لطرح بعض الملاحظات المهمة. نرى التحالف نجح في محافظة المهرة ونجح في محافظة حضرموت، ولكن فشل في محافظة عدن، لأن التحالف مثل ما هو داعم للدولة والحكومة الشرعية، في نفس الوقت هو داعم لميليشيات خارجة عن الدولة. السلاح الذي موجود مع مجلس الانتقالي هو سلاح إماراتي، والإماراتي أحد أطراف التحالف العربي، والتحالف قام نجل الشرعية. فنرى أن التحالف بدل ما يدعم الشرعية ويقوي مؤسسة الدولة أصبح يتجه إلى دعم كيانات سياسية خارجة عن نطاق الدولة وخارجة عن أهداف عاصفة الحزم والأمل الذي جاء على ضوئها التحالف العربي. نسعى إلى تصحيح علاقة التحالف العربي بالشرعية، وقف تدمير وكل عدن. هذا لا تستحق هذا التدمير، هذا لا تستحق هذه الخدمات الرديئة، هذا لا تستحق أن تعم الفوضى فيها. أبناء عدن مسالمين، أبناء عدن يتعايشون مع الجميع، أبناء عدن يريدون أن يعيشوا بسلام. قبل أيام حصلت أزمة، تم ترحيل الشماليين من عدن، تم تمييز عنصري، تم سلب ونهب المواطنين، لهذا أبناء عدن يرفضون كل هذه التصرفات، وللأسف هذه التصرفات يقوم بها رجال التحالف في عدن. لذا نحمل التحالف المسؤولية الكاملة، ولا نريد منه تصريحات إعلامية، نريد منه عمل على أرض الواقع. نريد أن نرى التحالف أن يمنع هذه التصرفات الصبيانية، أن يوقف المعدات العسكرية الذي يصرفها هؤلاء الذين للأسف تخطوا كل الحدود وتجاوزوها ويثيروا الفتن، والآن يريدوا أن يفعلوا انقلاب عسكري في عدن. هذا نرفض مثل هذه الأعمال. نحن نسعى ونريد بناء دولة، لا نريد أن نبني ميليشيات. يكفي ما حصل في صنعاء، لا نريد أن يتكرر في عدن، لا نريد بالدولة أن تنهار، لا نريد لعاصفة التحالف أن تنحرف عن مساراتها الأساسية الذي قامت عليها والذي جاءت من أجلها. نريد من فخامة الرئيس هادي موقف صارم لهذه الأزمة اللي حاصلة في عدن، ونريد منه قرارات حاسمة لإيقاف هذه المهزلة. هنا في عدن للأسف نعيش في مهزلة، الجهاز الأمني إلى حد الآن لم يتقوى بالشكل الأساسي، ولا يوجد حتى معسكرات الدولة مثل ما قلت لك سابقا تفتقر إلى أشياء كثيرة. نريد بناء دولة، الدولة تكون ولاءها، والقوات العسكرية والأمنية تكون ولاءها للوطن وليس ولاءها لأشخاص محددين يتعامل طيب معهم بتوجيهات أوقفوا الحرب يوقفوا. نعم سيد ماهر. طيب دعنا نذهب إلى متابعة هذا البيان الذي ألقاه أو الذي بثه وزير الداخلية أحمد الميسري تعليقا على أحداث اليوم. نتابع. ممارسات جانبية وعشوائية وغير مسؤولة ولا توجد جهة خلفها، ولكن تبين بعدها كل شيء، وقد سمعتم جميعا البيان الموتور الذي أصدره الموتور هاني بن بريك بهدف إحداث الفتنة، ودعا إلى النفير العام وتحدث باسم أبناء الجنوب عامة وأعلنها صراحة بالحرب على مؤسسات الدولة الشرعية. ونحن نرد ونقول لجميع أبناء محافظة عدن باسم وزارة الداخلية والمنطقة الرابعة العسكرية الرابعة بقيادة اللواء فضل حسن، نعلن لجميع أبناء عدن عليكم التزام الهدوء وعليكم التزام الصبر، ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى قادرين على التعاطي مع هذه النتوءات وهذه الممارسات اللامسؤولة، وسنقوم بواجبنا على أكمل وجه بإذن الله تعالى. ونطلب من الجميع الذين دعاهم الموتور هاني بن بريك عدم الاستجابة لمثل هذه الدعوات القاتلة، لأن هدفها الحرب، ومثل هذه الدعوة لا تخدم إلا الحوثي وحده والحوثي وحده ولا تخدم أي جهة أخرى. ونحن لنا تنسيق متواصل مع الأشقاء في التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أبلغونا رسميا وصراحة قيادة التحالف رفضهم لمثل هذه الممارسات ورفضهم لمثل هذا البيان المنفلت الغير مسؤول الداعي إلى الفترة والخراب. ونحن بدورنا أبلغناهم أننا على أتم الاستعداد للقيام بواجبنا، فنطلب من الجميع الهدوء، نطلب من الجميع الصبر، ونطلب من الجميع الثقة
في قدرتنا بإذن الله تعالى وبتعاونهم وتعاون التحالف العربي على تجاوز هذه الأزمة ووعد الفتنة. وندعو جميع الإخوة العسكريين والإخوة قيادات الانتقال العقلاء آن الأوان أن تعلنوا موقفا واضحا. هل أنتم مباركين ما يدعو له هاني بن بريك؟ هل يتحدث باسمكم أم يتحدث نيابة عن نفسه؟ وهو كما بلغنا أنه لم يعد يستمع لأي نصائح سواء من الأشقاء في التحالف أو من غيرهم من قيادات الانتقال. تابعنا وإياكم السادة المشاهدين بيان معالي وزير الداخلية أحمد الميسري حول الأحداث في عدن وتعليقه حولها اليوم. سيد ماهر، يعني بالنظر إذا ما تابعنا بيان هاني بن بريك وتابعنا أيضا بيان وزير الداخلية، كيف ترى، هل كان الرد مناسبا بحسب تقييمك؟ بيان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية مهندس أحمد الميسري كان شديدا وواضحا وقوى موقف الشعب، لكن نحن لا نريد بيانات، نحن نريد عمل على أرض الواقع، نريد قوات رسمية حكومية تنزل إلى الشارع تطمئن المواطنين، تعيد الحياة إلى عدن، توقف الميليشيات المسلحة وتتصدى إلى أي هجوم إرهابي أو هجوم خارج عن الدولة. الوزارة الداخلية لم تقوم بواجبها الأساسي في حفظ الأمن في عدن، وهناك ضعف فيها للأسف الشديد نقولها، وهناك جهاز الدولة للأسف لم يقوم. الموجود الآن في عدن أن كل معسكر في كل مديرية ذهب لتأمين مديريته وتأمين الحدود القائمة عليها، لكن لم نرى جهاز أمني واحد يخرج لتأمين كافة المواطنين، يعني كل التأمينات لبعض القيادات العسكرية الموجودة، لبعض المعسكرات، لبعض المديريات. أنا قبل ما أطلع الآن في لايف في قناة بلقيس تجولت في العاصمة عدن، رأيت الميليشيات المسلحة موجودة في بعض المديريات، ورأيت قوات الشرعية في بعض المديريات، كأنها انقسام. مديرية تواهي والمعلى وخور مكسر وكريتر كلها بيد قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، والمنصورة ودار سعد والشيخ عثمان والممدارة والبريقة بوجود قوات تابعة لوزارة الداخلية والمنطقة العسكرية الرابعة. نرفض هذا، نريد وزارة الداخلية تتجول بكافة مديريات العاصمة عدن، أن يكون قوتها منشورة بكافة الطرقات، أن يروا المواطنين أن لديهم قوة للتصدي لأي عدوان، للتصدي لأي تصرفات ميليشية. نريد المواطن أن ينزل من بيته ويشعر بالأمان، لأنه يرى قوات دولة رسمية موجودة في الشارع توقف أي تمرد، توقف أي شيء، حتى نشعر في الأمان نحن كمواطنين. نرى قوات مسلحة موجودة في كل مكان، ولا نعلم هذه القوة تتبع من، ولا من الذي أخرجها، ولا هل هي قوات دولة أو ليس قوات دولة. أنا أشعر في هذه الأيام وكأننا نعيش حرب 2015، هي حرب الشوارع، لكل قائد يؤمن مديريته أو يؤمن الحي الذي يسكن فيه، وباقي الأحياء تتركها هكذا. هذا خاطئ. نرى ونتمنى من وزارة الداخلية أن تنزل إلى كافة الشوارع وكافة المديريات، أن تقوم بكافة واجباتها، أن توقف أي تمرد قائم على الشرعية، لأن هذا واجب عليها. وكذلك قوة المنطقة العسكرية الرابعة أن تكون لها دور في الوضع الحاصل الآن، وأن تخرج، يكفي، لا نريد أفراد في معسكرات، نريد أفراد بالشوارع، أفراد يشعروا المواطنين أن هناك أمن وهناك أمان، وأن هناك رجال دولة يستطيعون إيقاف أي هجوم ميليشاوي، أي انقلاب على الشرعية، أي تصرفات حمقاء تؤثر بالأمن في عدن. لا نريد قوات للمهرجانات والاحتفالات، ولا نريد بيانات خارجة عن أرض الواقع، نريد قوة في الأرض، قوة في الأرض تخرج وتثبت أنفسها وتثبت أنها تابعة للدولة وتثبت أنها تستطيع السيطرة على الوضع داخل عدن. ما حصل اليوم من اختراق أمني، من تصرفات ميليشاوية، من انقلاب عسكري مرفوض ومدان، ونتمنى أن يتم محاكمة هؤلاء الذين تعدوا على قصر المعاشيق، للأسف الشديد مستغلين الظروف التي تمر فيها عدن من سبب الآن بسبب العمل الإرهابي الذي حدث في معسكر البريقة. نحن ندين هذا العمل، وأنا شخصيا شاركت اليوم معهم في جنازة تشييع الشهيد أبو اليمامة ورفقائه، ولكن نحن لا نقبل بأي أعمال تخريبية أو أي أعمال انقلاب للدولة. نحن معهم بمواقفهم وفي أعمالهم الذي المشروعة، المواطن الحق الذي أن يتظاهر، لكن يتظاهر بطريقة سلمية بدون أن يخرب المال العام، بدون أن يعطل مؤسسة الدولة، بدون أن ينقلب على الدولة. أنا طالب تصليحات من الدولة، أو تريد أن تبعد الدولة وتأتي بميليشيات مسلحة خارجة عن نطاق الدولة. ونتمنى من دولة الإمارات العربية الشقيقة أن يكون لها رؤية واضحة مما يحدث في عدن، وأن يكون لها توجيهات صارمة بإيقاف هؤلاء التابعين لهم.
للاسف الشديد الافراد الذين خرجوهم تابعين لدوله الامارات يستلموا الرواتب والتغذيه وحتى كل الامكانيات من دوله الامارات، ليس تابعين للشرعيه، فالامارات اتخذت موقف صارم مما حدث اليوم. شكرا لك صحفي السيد احمد ماهر، كنت معنا عبر الاقمار الصناعيه من عدن، ونرجو السلامه والامن لكل الساكنين فيها. في اذا مشاهدينا الكرام، ارحب بمن ينضم لي الان عبر السكايب، الناشط الحقوقي والسياسي السيد براء شيبان الذي ينضم لنا عبر السكايب كما قلت من لندن. ارحب بك سيد البراء. اذا كيف تتابع ما يحدث اليوم في عدن سيد البراء؟ سيد شيبان تحية لك. طبعا ما يحصل في اليمن أو في عدن تحديدا هو يلخص المشكلة القائمة منذ أكثر من 4 سنوات. ما يحدث أنه كلما تكون هناك فرصة لتوجيه جهود الحكومة اليمنية وجهود القوى السياسية المختلفة والفعاليات الاجتماعية باتجاه جماعة الحوثي، تقوم مثل هذه الجماعات وتحديدا المجلس الانتقالي بمحاولة زعزعة قدرة الحكومة اليمنية على العمل في المناطق التي نفترض أنها تسيطر عليها. كان في البداية ممكن نحن نتجاوز هذه الممارسات كون أنه لا يزال يعني حديثي عمل بالعمل السياسي، لا زلنا محاولة الصف لا زالت في مرحلة فوضى، لكن اليوم نحن بعد أكثر من 4 سنوات، والله إنه من المعيب أنه لا تزال عدن فيها اختلالات أمنية، عدن فيها كل المؤهلات أنها تنهض بمستواها أفضل من أي محافظة، أفضل من أي محافظة. لا يمكن أن تنهض عدن وهو هناك استوادية في المؤسسات الأمنية بهذه الطريقة. أنا الآن بكل جدية أنا مش فاهم هاني بن بريك إيش يريد. هل هم يعني يعتقدوا ان الجنوب هذه بتكون الدوله القادمه، هي دوله بلا قانون؟ هل هي بتكون دوله غاب؟ هل هي بتكون دوله يستطيع انهم يعتقلوا من يريد ويرحلوا من يريد؟ انا مش فاهم حقيقه هو ايش الدوله التي يريدها. ليست عباره عن صندوق ذهب موجود داخل قصر المعاشيق بيروحوا يسيطروا عليه. المشروع الجنوبي هو مشروع سياسي، يعني بيحصلوا عليه من خلال العمل السياسي ومن خلال المفاوضات مع كل التيارات السياسيه المختلفه. لغه التحريض التي يقودها هاني بن بريك ويقودها بعض اعضاء المجلس الانتقالي، وهنا اشدد البعض، واضح انه حتى يبدو انه وصلنا الى مرحله انه في انقسام حتى داخل المجلس، هذا لن يخدم احد الا جماعه الحوثي. انا لو كنت مكان جماعه الحوثي اليوم لا اعطيت وسام تقدير كبير لهاني بن بريك وللقيادات التي قادوا هذا التحرك داخل عدن. طيب في هذا السياق، يعني كان هناك حديث على يعني في البيان الذي اصدره المجلس الانتقالي ونشر على موقعهم، يعني حديث أنه أمام هذه التطورات أقرت هيئة رئاسة المجلس الآتي دعوة للنفير العام والتوجه الجميع إلى معاشيق لإسقاط حكومة الإرهاب والفساد الموالية لحزب الإصلاح الإرهابي ووضع حد لما تقوم به من عبث تجاه شعبنا، مع تأكيد المحافظة على شرعية الرئيس هادي وتخليصها من هيمنة حزب الإصلاح الإرهابي. هذا بحسب وصف البيان وتعبيره، كيف تجد ذلك؟ يعني هذه كذبة كبيرة. جماعة المجلس الانتقالي لا يريد دولة، هؤلاء يعيشوا في ظل الفوضى، في ظل الانفلات، في حالة الحالة الميليشياوية التي يريد خلقها داخل الجنوب. رئيس الحكومة ليس من حزب الإصلاح، معظم أعضاء الحكومة ليسوا من حزب الإصلاح، رئيس الجمهورية ليس من حزب الإصلاح. ونحن نسأل سؤال بسيط، هل أنتم مع القرار 2216 أم أنتم ضد القرار 2216؟ بكل بساطة، أي مكون؟ أنا بالنسبة لي لو كان حزب الإصلاح قام بهذا العمل وحاول الانقلاب لوقفنا أمامه بنفس الحدة التي نقف فيها أمام المجلس الانتقالي. أي مكون يحاول أن يزعزع سلطات الدولة وتقديم خدمات لجماعة الحوثي يجب على الجميع أن يلتفتوا ويقفوا صفا واحدا لمواجهته. هاني بن بريك
يريد أن يقود فوضى، يريد أن يقود حالة اقتتال، هو يريد أن يخلق حالة من الفوضى لن تستقر الجنوب ولن 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 يسلم أحد، لا المجلس الانتقالي ولا غيرهم من وهذه أنا أعتقد هي أساس المشكلة. المجلس الانتقالي الجنوبي يتحرك بدون أفق سياسي، يتحرك بدون هدف، يتحرك بلا رؤية، يريد دولة لا يعلم ما هي ملامحها، لا يعلم ما هو شكلها، يعتقد أن الدولة هي تأتي من خلال البلطجة وترحيل المواطنين والاستقواء على المستضعفين. ولذلك أنا أعتقد هذا المشروع لن يمر، وهذه القيادة التي حاولت أنها يعني تخل بالأمن العام داخل عدن، أنا أعتقد أنه يجب الوقوف أمامها بحزم. 4 سنوات من الانفلات يكفي، يجب إعادة مراجعة العلاقة مع كل المكونات داخل الشرعية، والتخاطب بجدية مع التحالف، أنه لا نريد أي من دول التحالف أن يكون لها تحالفات إلا مع الحكومة اليمنية، والذي يريد أن يبني تحالفات داخل اليمن يبنيها من خلال الحكومة اليمنية وليس من وراء. طيب دعنا نشك معنا في الحوار في هذه النقطة سيد منصور صالح، عضو اللجنة الإعلامية المجلس الانتقالي الجنوبي الذي انضم لنا عبر الهاتف من عدن. أرحب بك سيد منصور صالح، وأسألك بكلمات أو من استحاء من كلمات ضيف السيد براء شيبان، ما الذي يريده المجلس الانتقالي من تحركات اليوم؟ نعم، أنا لما أسمع ما قاله شيبان البراء أو البراء شيبان، سواء كلمة البلطجة، وأعتقد أنها هذه الكلمة مردودة عليه، ومن يتهم من هم أرقى وأرفع وأسمى منه بالبلطجة فهو ربما خبير في هذه. ما الذي يريده المجلس الانتقالي من تحركاته اليوم؟ عموما أنا ما أظنه أنه ليس من حق رجل كهذا، انتهن التزوير التقارير حقوق الإنسان. سيد منصور صالح، الموضوع ليس بشخص، ليس بشخص السيد براء شيبان الآن، الموضوع ما الذي يريده المجلس الانتقالي؟ الجنوبي. نعم، المجلس الانتقالي الجنوبي هو الكيان السياسي المفوض شعبيا من أغلب شعب الجنوب في تصويت شهادته العالم. الحديث الذي يدور اليوم وأسمعه من بداية البرنامج قلب الحقائق رأسا على عقب. نحن اليوم كنا في تشييع لخيرة الرجال لأكثر من 18 شهيدا فقطوا بعملية إرهابية غادرة اشتركت فيها هذه الحكومة التي تتباكون عليها. أن تتهم الحكومة الشرعية الآن بالمشاركة بما حدث بمعسكر الجلاء؟ نعم، وهناك معلومات استخباراتية وهناك استدلالات وهناك تحقيق أثبت أنه هذه الكلمة تمت بالاشتراك بين أكثر من جهة فيما بينها قوات الحكومة أو جهات تحصل على الحكومة الشرعية عموما أو ما تسمى بالشرعية، وهي ليست بالشرعية بكل تأكيد. عموما مطلب اسقاط، لا اقول اسقاط ولكن اقول ترحيل وطرد الحكومه، هو قبل ان يكون مطلب للمجلس الانتقالي الجنوبي هو مطلب شعبي، والجماهير مارست ضغطا كبيرا على المجلس لان يتبنى هذه المهمه، وخرجت الجماهير يوم امس واعلنت بيانها وطالبت الحكومه بالرحيل من عدن والجنوب، وحددتها بانها الحكومه المختطفه من قبل جماعه الاخوان. اليوم كانت الجماهير الغفيرة تشيع جثامين 18 شهيدا، وقبل أن يصلوا إلى المقبرة تعرضوا لعملية غادرة وعملية قصف سقط فيها عدد من الجرحى، وبالتالي نحن نتحدث عن أنه المقاومة وعن أنه المجلس الانتقالي الجنوبي والجماهير هم هنا في هذه الحالة معتدى عليهم، وأن من اعتدى هم من ابتدى بقنص الشباب، لم تكن هناك نية لاقتحام المعاشيق، ولو كانت أنه هذه النية متوافرة لا كانت رافقت هذه الحشود وهي كبيرة قوات عسكرية، وكان بإمكانها أن تقتحم المعاشيق، ليس الأمر صعبا. المسألة وهل ما جرى كان بتنسيق مع دول التحالف؟ لا أفهم سيد منصور صالح، لما أفهم سؤال، هل ما جرى كان بتنسيق مع دول التحالف؟ يا سيدي نحن نتحدث عن ثورة جنوبية ابتدأت منذ العام 94 منذ احتلال الجنوب،
وعن حراك جنوبي بدأ في العام 2006 و2007 إلى اليوم. التحالف العربي جاء في العام 2015 في مهمة محددة وواضحة وهي إعادة شرعية اليمن. نحن علاقتنا في التحالف لا تخرج عن كوننا نحن وهو الرئيس عبد الرب منصور هادي شركاء في مواجهة مشروع الحوثي. هذه المهمة وهذه المسؤولية، شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي، شراكتنا مع الاتحاد العربي، هذه أمور مسلم فيها ولا جدال ولا نقاش حولها. نحن نتحدث عن حكومة نحن من أعدناها بأيدينا، نحن من سلمنا لها المعاشيق كأمانة، أن المعاشيق حررتها قوات المقاومة الجنوبية وحررها رجال الجنوب الشرفاء وسلموها للحكومة لتعود لتمارس منها مهامها ودورها في مواجهة مشروع الحوثي. لكن للأسف هذه الحكومة تحولت إلى عبء على 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 الجنوب، إلى عبء على السحاب العربي، إلى عبء وكارثة حقيقية حتى على الرئيس عبد الرب منصور هادي. تسببت كثيرا في تأخير حسم المعركة، تسببت كثيرا في دمار الجنوب وفي إساءة له وفي دمار البنية التحتية في كل المجالات، حتى سياسيا باتت الحكومة تشكل أيضا خطرا حتى على على تركيبة المجتمع، على 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 حتى في تبنيها للجماعات الإرهابية وفي أعطائها الصبغة الشرعية التي تتحرك في الحكومة بالشرعية. لهذا شعب الجنوب رفض صدره وقرار طرد الحكومة لم يعد قابلا للنقاش. كل ما هو الآن نحن نتمناه هو أن يتفهم إخوتنا الجنوبيون أننا جميعا في خندق واحد، وأنه لم يكن أن يكون في تفكير أي أحد أن يكون هناك فيما بين الجنوبيين. ابقى معي سيد صالح، أعود إليك سيد البراء شيبان. هناك اتهام بداية للحكومة باستهداف من كانت المجلس الانتقالي يشيعهم اليوم، وكذا حديث عن أن هذه يعني ما حدث اليوم كان ردة فعل ولم يكن فعلا من قبل المجلس الانتقالي. يا أخي، ردة فعل ضد من؟ الذي قام بقتل 40 شهيد داخل هذا أعلن عن نفسه بوضوح، الذي يريد أن يوحد الجهود فليوحد الجهود باتجاه جماعة الحوثي. أي حرف للمسار هو طعن في ظهر التحالف وهو طعن في ظهر الرئيس هادي. أنا أول مرة أسمع أنه إحنا مع الرئيس هادي، ولكن سنقوم بمقاتلة ألوية الحماية الرئاسية. نحن مع الرئيس هادي ولكن سوف نقوم بمقاتلة الحكومة اليمنية. هؤلاء لا يفقهوا لا في السياسة ولا يفهموا في الدولة ولا يريدوا شور. يعني هاني بن بريك يحرض من على صفحته، يحرض بشكل مباشر على مواطنين بسطاء. هذا يريد دولة؟ هل هؤلاء يفهموا في منطقة الدولة أو يفهموا ما إلى أين يأخذوا الدولة الوضع في 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 جنوب اليمن؟ هؤلاء لا يفهموا إلا لغة واحدة، يريدوا بلطجة، يريدوا حالة انفلات كامل داخل 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 الجنوب. وأنا إلى الآن مش فاهم مرة ثانية، يعني أنا مش فاهم الدولة المنشودة الجنوبية هذه، هل هي دولة بلا قانون؟ هل هي دولة غابة؟ هل هم مع القرار 2216 أم هم مع الفوضى؟ هذه كلها أسئلة يجب أن يجيب عليها المجلس الانتقالي. بالنسبة لموضوع هاني بن بريك، أنا أؤكد لك هاني بن بريك وقيادات المجلس التي تحاول أنها تتنقل بين عواصم العالم سوف ستكون أمام محاسبة حقيقية. العمل الذي قام به هاني بن بريك جريمة بكل ما تعنيه الكلمة، وسيحاسب. وأنا أؤكد لك أن هذه البلطجة بهذه الطريقة لن تمر. نحن لسنا في غابة، نحن أمام قوانين، نحن لدينا أنظمة، نحن نتعامل مع مجتمع دولي. هذه حكومة معترف بها دوليا، هذه حكومة معترف بها من المجتمع الدولي، هذه تتعامل مع مجلس الأمن. المسألة ليست بلطجة لا للمجلس الانتقالي ولا لجماعة الحوثي ولا لكل من يريد أن يقوض كيان الدولة اليمنية. لن نسمح له بأن يمرر المشروع الانقلاب وهتك الدولة اليمنية الذي لن يمت فقط شخص أو شخصين بل ملايين من اليمنيين. طيب أسألك يعني سيد صالح، على من تعولون؟ يعني هل لديكم تواصلات مع السعودية والإمارات لتأكيد وكذلك المجتمع الدولي لمحاولة تأمين ظهركم؟ يا عزيزي، أود من الرفيق المفكر العبقري الخبير السياسي الذي يحدثنا عن أن الجنوبيين لا يفهموا في السياسة
لاننا ربما اكثر حنكه واكثر دهاء في تعاملنا. ولولا اننا انتهجنا بالسياسه لا كان للقرار الشعبي مفعوله في وقت مبكر، حينما كان في وقت مبكر يرفض عوده هذه الحكومه. لكن نحن ما زلنا نتعامل باحترام مع المجتمع الدولي، نتعامل باحترام مع الرئيس عبد الرب منصور هادي، نتعامل باحترام مع دول التحالف العربي. نحن نقول لهم الان نحن في مشروع عربي لهزيمه المد الفارسي، وهذا مشروع لا رجعه فيه. لكننا ايضا نحن مع الرئيس عبد الرب منصور هادي كمظله لنا جميعا، نحن والاتحاد العربي في هذا المشروع، وايضا حتى المشروعيه تدخل الاتحاد العربي. لكن ايضا لنا هدفنا السياسي، نحن اعطينا الفرصه تلو الفرصه لهذه الحكومه، لكن اثبت انها مجرد واجهه لاعاده انتاج الجماعات الارهابيه المتطرفه، لاعاده تدمير الجنوب، لاعاده احتلاله مره اخرى. شكرا نحن لك. لا نحتاج من يحمي ظهور الشعب، جبار شعب واجه قوه علي عبد الله صالح في عز مجدها، حينما كان هؤلاء الذين يشتونه اليوم يلعقون احذيته، كان الجنوبيون هم من يتصدى له، وهم من مرغ انوف رجاله في التراب، وهم لا مجرد مظاهرات سلميه. اليوم الجنوبيون باتوا في وضع افضل بكثير، ولديهم القدره ان كان سياسيا على اداره هذا الملف السياسي، وان كان عسكريا على حسم المعركه الجنوبيه. عضو اللجنة الإعلامية لمجلس الانتقال الجنوبي سيد منصور صالح، كنت معنا من عدن، شكرا على تواجدك معنا. بعودة أخيرة إليك سيد البراء شيبان، يتحدث على أنه لديهم هدف سياسي وأنهم يتعاملون ويحترمون لا زالوا الرئيس عبد الرب منصور هادي، مع التذكير أن الرئيس عبد الرب منصور هادي أحال هاني بن بريك للتحقيق. طبعا هذه هي اصلا هذه هي الطريقه الحذلقه التي يحاول انهم يضحكوا فيها على الناس. لم يعد احد يصدق لا كذبهم ولا احد يصدق هذه الدعايه التي حاولوا يروجوها. وانا اؤكد لك من هنا، واؤكد لك منصور، واؤكد كل الذي مهتمين بالوضع في عدن، هذا الانقلاب الذي يقوده هاني بن بريك سيفشل، مثل ما ستفشل كل المحاولات لمحاوله تفتيت الدوله اليمنيه. لا يمكن أن يسمح بأن يتم المساس بأمن المواطنين اليمنيين ويعتقد أننا سوف نكون متفرجين. كلنا كفعاليات سياسية، كمجتمع مدني، كفعاليات اجتماعية، الكل سيتحرك في مواجهة أي مساس بالدولة اليمنية، سواء من هاني بن بريك أو من غيره. هاني بن بريك هذا متهم من النيابة العامة بتصفيات، باختيالات. هذه ليست تهم جزافا. فلذلك على الكل ان يتحمل مسؤوليته، واذا ارادوا اي مشروع سياسي في العمل السياسي له طرقه وله قنواته. شكرا لك سيد براء شيبان الناشط الحقوقي والسياسي، كنت معنا عبر سكايب من لندن. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، في امان الله.